إلى ميشيل، تبويه أول، كرة عرضية أخرى، فابينيو، روبن، نيفيز قوية، لكن الجدار كرة فيها تغطية. كرة الليلة، كرة تصل على الجهة اليمنى، فيها تدخل من جانب كادش بشكل رائع أمام ميشيل، وبعد ذلك تحولت إلى ربيع جانبية لمصاعة الهلال. تعود الكرة لمحاولة نيفيز قوية لكنها عالية بعيدة، وفي الأخير انتهت خطورتها إلى ضربة مرمى للاتحاد بكرة مرة. الله الله، كرة عرضية جميلة لكن الدفاع الغامدي تسديده، يا الله كم كانت جميلة، كم كانت قوية، كم هو بارع هان الفيصل الغامدي الطائر يا ولد. بونو يتدخل، خطير الهلال، ميشا على جهة اليمين، ميشا المر والتمريرة الشاري خطيرة وفرصة لكنها في دفاع الاتحاد. أي دفاع هذا، تغطية رائعة، نيفيز يعيدها للهلال بروعة باتجاه ميشايل، تدخل ايندر، إنذار متوقع على فابينيو، عداها الحكم مرة ومرتين هنا، لن يتوقف الحكم على إخراج الإنذار بصراحة لفابينيو، اللي يعلم جيدا بعد هذا التدخل وكان إنذارا مستحقا في هذه اللقطة. الكرة من سالم عرضية نحو القائم الثاني مع يوف بالخطأ، ونيفيز قوية لكن الدفاع وتسديده. الشهري قوية بين ليفربول وتشيلسي، الصراع في اللقطة الماضية، الكرة من كوليبالي لمالكوم، مالكوم شهري حلوة على اليمين خطيرة باتجاه سعود عبد الحميد بكرة عرضية، كرة وفرصة، يا إلهي كم كانت خطيرة. يحاول مرة أخرى، يحاول كرة أخرى، يحاول تمريرة أخرى، سابيتش بعيدة جدا، ذهبت إلى مدرجات حجازي مرة أولى، لودي عادها إلى سالم، خطيرة الهلال، تحرك بجانب صالح الشهري بتسديدة أخرى قوية، يا الله يا لها من تسديدة روعة كانت، روعة ضربة وروعة ردة الفعل، يا الله على اللقطة، جميلة جميلة في زاوية ضيقة، فيها تغطية من الدفاع، بعد ذلك مروان مرة أولى، لودي يعيدها إلى سالم فيها ربية جانبية وخطأ، لا أعلم، سننتظر قرار حكم المباراة في هذه الأثناء على مروان الصحفي بإخراج البطاقة الصفراء، خطأ وإنذار. يستعيد فابينيو، عبد الرزاق حمد الله في هذه الأثناء يحاول أن يمر، مرة عبد الرزاق خطأ بالدم وإنذار على صالح الشهري، إنذار بالفعل مستحق على صالح الشهري اللي عطل هجمة الاتحاد، وبعد ذلك تكلم على هذا النحو، سابيتش أمام التغطية، تدخل بجانب حجازي وخطأ لمصاعة صالح الشهري، بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله، وإنذار، إنذار على حجازي يخرج البطاقة إيمان مارتن. الكرة بالجانب حمد الله في مكان خطير جدا أمام بونو، حمد الله حطها لكنها بعيدة، بعيدة جدا، اللقطة الأخيرة وضربة مرمى. يصل الكرة حولها على اليمين، سرعة اتحادية هائلة بكرة في جهة اليمنى تسديدة لكنها اصطدمت في لودي، تحولت إلى ركنية، لمسة ساحرة جميلة في 15 مباراة عند 7 أهداف في مرمى الهلال. سالم يحاول يمر، سالم مر بشكل رائع في اليسار بكرة أمامية مرت من الجميع، فابينيو تغطية وتدخل، مباراة كبيرة على المستوى التكتيكي لفابينيو، كنترول ولمسة من سعود على اليمين، الهلال تعود، الكرة لميشايل ثم مالكوم ولمسة لصالح مالكوم، تسديدة تغطية، الدفاع تدخل من جانب كانتي، بدأ وخط خلص الكرة ثم بدأ الهجمة، يتدخل كوليبالي يعيدها لبليهي ثم لبونو، هل تبقى بهذه النتيجة 1-1؟ لا بأس بها بالنسبة للاتحاد، كرة أمامية محاولة على جهة اليمين خطيرة باتجاه ميشيل، فرصة في مكان خطير وكرة عرضية، سابيتش بالرأس لكنها بعد ذلك سهلة ليد حارس المرمى عبد الله المعيوف.
لم يشير إلى شيء حكم اللقاء. ثم سافيتش صالح، هل هناك لمسة تعود بعد ذلك؟ خطيرة لميشايل، وميشايل أمام التغطية، كانتي في كل مكان، عدى هنا، مرها هنا، هي مرتدة، هي بينية، هي تمريرة، هي انطلاقة، هي هتمة، هي اتحادية، هي لحمد الله، وكانتي! مستحيلة يا كانتي، يا ما يا كانتي، يا لها من فرصة، يا عيني على هذا الأداء، يا عيني على هذا الأداء لنقوله كانتي في مباراة كبيرة جدا، قوية لكنها مرة جانبية. محاولة في هذه الأثناء، ثم مالكم، سافيتش لمسة جميلة خطيرة، وسعود داخل منطقة الجزاء، مر، وسعود مر، الكرة يا ظهير يا جماعة، إياكم وأن تنخدعوا بأنه ظهير أيمن، لقد مر من هنا، عدها هنا، مر منهم، عد منهم، رقصهم. نيفيز، نيفيز بكرة بعد ذلك إلى جهة اليمين عند سعود عبد الحميد، أمامية خطيرة في المساحة، ميشايل، ميشايل حط كرة المين، والمين المين، سلام، والحارس يتألق خطيرة، لقطة كانت قريبة الله على دفاع، خلصها في اللحظة الأخيرة، هل تبقي أمل الاتحاد وتعيده من المباراة؟ ميشايل وجد المساحات، ليقول بصراحة جاء يسرى في الشوارع في بعد تقدم زكريا هوساوي وترك مساحات كبيرة لمصعة ميشايل. 10 دقائق على نهاية المباراة، الكرة نحو مالكم، ومالكم يبحث عن اختراق الدفاع، ومالكم لسيرجي تسديدة لكنها انصدمت وتحولت بعد ذلك إلى ركنية. لا شك أن المعاناة كبيرة الآن الإيراني في مباراتي الذهاب والعودة. الكرة بالخطأ من الدفاع الاتحاد، يقرب إلى سالم، سالم بكرة عرضية خطيرة ميشايل، والمعيوف يتدخل، المعيوف خلص الكرة بروعة كبيرة. خطأ على مالكم، خطأ على مالكم، ميشايل على أعتاب المرمى. على 3 الهلال يبحث عن الرابع، الكرة لسالم تسديدة، والمعيوف يتألق يا إلهي، ومعيوف. مالكم يحاول تغيير اتجاه اللعب في أقصى اليسار إلى ناصر الدوسري، ناصر يحاول أمام صالح العمري، ناصر يمر بكرة عرضية خطيرة لكن كادش يتدخل يبعد الخطر بعد ذلك إلى رمية جانبية. على الأقل 10 دقائق الماضية